اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نبدا بقى ونتكلم النهارده عن شيء هام جدا وهو نادي بايرن ميونخ. هنتكلم عن نادي بايرن ميونخ. خلينا بس نبدا بالاول بمقارنه تاريخيه الحقيقه لنادي بايرن ميونخ مع احمد ثابت. اول حاجه معانا مقارنه تاريخيه ما بين النادي الاهلي ونادي بايرن ميونخ، طبعا غول افريقيا ويعتبر غول اوروبا. يعني نبص على اول حاجه تاريخ التاسيس. شوف هتلاقي اولا تاريخ التاسيس بتاع النادي الاهلي 1907، تاريخ تاسيس نادي بايرن ميونخ 1900، يعني فرق 7 سنين. تاني حاجه الالقاب المحليه، النادي الاهلي عنده 114 لقب محلي، 42 دوري، 37 كاس، 11 سوبر، 15 دوري منطقه القاهره، 7 كاس السلطان حسين، ده اول بطوله محليه وبعد كده تم استبدالها بدوري منطقه القاهره، وواحد كاس الجمهوريه العربيه المتحده وواحد كاس الاتحاد المصري التنشيطيه. ده كده 114 لقب محلي للنادي الاهلي. نيجي للبايرن، 64 لقب محلي في المانيا، 30 دوري، 20 كاس، 8 سوبر. قدامنا الارقام على الشاشه، 8 سوبر لبايرن ميونخ. طب النادي الاهلي جمع ما بين الدوري والكاس كم مره؟ 15 مره. بايرن ميونخ جمع ما بين الدوري والكاس كم مره؟ 13 مره. اوكي، يعني الارقام يعني طبعا تفوق النادي الاهلي مع الفارق طبعا ان هناك المنافسات اقوى. نيجي بعد كده للالقاب القاريه، 25 لقب قاري للنادي الاهلي، 9 دوري ابطال افريقيا، 4 ابطال الكؤوس، 1 الكونفدراليه، 6 سوبر افريقي، 1 كاس الافرو اسيويه كانت سنه 98. دول يعملوا 21 لقب قاري اللي هو الرسميه. في بعد كده 1 كاس العرب للانديه الابطال، الافرو اسيويه 88 88 واحد كاس العرب للانديه الابطال، واحد البطوله العربيه للانديه الفائزه بالكؤوس، واثنين كاس السوبر العربي. دي الالقاب القاريه اللي هم ال 25 لقب بتوع طيب. النادي الاهلي. ممكن بس قبل ما نكمل هذه المقارنه ولانه خبر عاجل جالنا دلوقتي، سلبيه مسحه جميع لاعبي النادي الاهلي المتواجدين او المقيدين في قائمه النادي الاهلي لمونديال الانديه، اذا سلبيه بعثه النادي الاهلي او سلبيه قائمه النادي الاهلي المتواجده في مونديال الانديه. اذا كل اللاعبين الان متاحين ل طبعا المسحه دي كانت اتعملت النهارده الصبح وبانت النتيجه منذ قليل، وزي ما قلت لحضراتكم سلبيه المسحه، وبالتالي كل اللاعبين متاحين لموسيماني يختار بقى التشكيل اللي هو عايزه والتبديلات اللي هو عايزها. اتفضل يا دكتور. الالقاب القاريه احنا قلنا النادي الاهلي 25 لقب قاري، نادي بايرن ميونخ عنده 13 لقب قاري، 6 دوري ابطال اوروبا، 1 كاس الكؤوس الاوروبيه، 1 كاس الاتحاد الاوروبي، 2 سوبر اوروبي، 1 كاس العالم للانديه، بايرن ميونخ سبق ليه الحصول على البطوله، كاس الانتر كونتيننتال مرتين. عدد بعد كده عدد الكونتيننتال ده اللي هو زي كاس العالم للانديه بس في مسمى قديم اللي هو كان بيلعب بطل اوروبا مع بطل امريكا الجنوبيه. ايوه. عدد مرات المشاركه في المونديال النادي الاهلي شارك اكتر، دي المره السادسه، هم المره الثانيه ليهم. نيجي بعد كده لمتوسط الاعمار، النادي الاهلي متوسط الاعمار فيه 27 سنه، اما متوسط الاعمار في بايرن ميونخ 25.9، يعني احنا متوسط الاعمار عندنا اكبر. نيجي للقيمه التسويقيه بتاعه النادي الاهلي، 25 مليون يورو ونص. 25 مليون يورو ونص. مش عايز اسمع قيمه البايرن. لا شيلوها يا جماعه. اتفضل. 879 مليون يورو ونص، يعني النادي الاهلي 25 مليون يورو ونص، هم 879 مليون يورو ونص. تمام. 879 مليون يورو. طيب اغلى لاعب عندنا في الفرقه في القيمه التسويقيه محمد الشناوي، 2 طبقا لموقع ترانسفير ماركت 2 مليون ونص. اما يورو اما البايرن ميونخ جنابري 90 مليون يورو. طبعا المدرب هنا من جنوب افريقيا بيتسو موسيماني، والمدرب هنا هانز فليك الالماني. دي كده مقارنه طيب دي المقارنه التاريخيه الخاصه بكل ما يخص النادي الاهلي ونادي بايرن ميونخ.